تلاوة والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات السيدات والسادة، رجال الإعلام، الصحافة الوطنية والمحلية والإقليمية، الحضور الكريم. ثانيا أشكر حزب الحركة الشعبية الذي وضع في الثقة من أجل دخول غمار انتخابات البرلمانية الجزئية يعني التي ستجرى يوم 22 أكتوبر بإقليم خريبكة. ثم كذلك أشكر السيد الأمين العام ورئيس الحزب السيد الأمين العام سي محمد وزين ورئيس الحزب سي محمد العنصار والمكتب السياسي القيادة الوطنية على يعني الوقوف بجانبي وصدور قرار تزكيتي للدخول محطة لمعركة سياسية بامتياز. ثم كذلك تنشكر البرلمانيين ديال الحركة الشعبية يعني على المؤازرة وعلى الوقوف بجانب المرشح وعلى التفاني في الاتصالات في يعني في التشاور ديال الحركيين داخل الإقليم. ثم كذلك رؤساء الجماعات الحركية والأعضاء المنتخبين بالإقليم الحركيين، ثم كذلك رؤساء الجماعات اللي يعني خارج يعني بأحزاب أخرى، ثم كذلك يعني أفراد القبائل المشكلة لدائرة واتزم وخريبكة وكل المكونات وكل المناصرين أشكرهم وكل يعني المتتبعين ويعني المؤيدين ويعني اللي واقفين بجانب المرشح ديال حزب الحركة الشعبية أولا. ثانيا يعني أنا بغيت نتكلم على السياق السياسي والقانوني وكذلك المحطة اللي تنعتبرها أنها محطة يعني دستورية بامتياز، وجب على الإدارة وجب على الجهة المتلقية للترشيحات أن تكون في موقع الحياد وأن تكون طرف محايد يتلقى الترشيحات وليس طرف يعني خصم وطرف. وبالتالي حضورنا اليوم رفقة الإخوان الزملاء وهيئة الدفاع الأستاذ مراد زيبوح من هيئة وجدة وكذلك الأستاذ محمد العسولي من هيئة الدار البيضاء المختار العسولي من هيئة الدار البيضاء اللي صاهرين على الشق القانوني والقضائي في مواجهة كل انزلاق اللي عرفته العملية. وغادي نفتح القوس وغادي نعطي للأستاذ يتكلم على الشق القانوني. بالنسبة للشق السياسي حطيت وضعت الترشيح ديالي لدى المصالح بالعمله اللجنه ديال الترشيحات و يعني توصلت بوصل مؤقت للترشح، وبعد ما يعني 24 ساعه تم ربط الاتصال من مصالح العمله و يعني تم استفساري على وضعي يعني القانوني في الحزب السابق الذي كنت أنتمي إليه، وأدليت لهم باستقالتي وضعتها للحزب لنهار جوج شهر ستة، وتم تأشير على استقالتي يعني بالكاشي ديال رئيس الحزب شخصيا. والقانون الأساسي ديال الحزب السابق اللي كنت أنتمي إليه في المادة 16 تتحدث عن الاستقالة غير مشروطة بالموافقة. ولما فكرت أنني نفكر ارتباط مع حزب سابق وضعت استقالتي اللي تم تجريدي من بعد يعني الشخص اللي كان ثاني ديالي هو اللي غادي يمكن يكون في المجلس الجماعي مستقبلا. وبالتالي خديت التزكية نلت التزكية من حزب الحركة الشعبية ووضعت الترشح ديالي إلى أن أفاجأ برسالة قرار
برفض الترشح ديالي لهاد الانتخابات، وتسلموا التزكية، تسلموا استقالة رئيس شؤون الداخلية في عمالة إقليم خريبكة، تسلم من عندي استقالة وفك ارتباط ديالي مع الحزب السابق، لأنه شروط ديال في المادة 16 ديال ذاك الحزب تتكلم على فقدان العضوية، الإقالة، الوفاة أو الاستقالة. أنا الاستقالة وضعتها، وبالتالي الحزب اللي بغاو يعني يديروا ذريعة أنني كنت أنتمي إليه وترشحت باسمي وضعت استقالتي، وحضوري أثناء أشغال الدورة وجهت لي كصفة وليس كمنتمي لحزب. محمد سقراط عضو المجلس الجماعي وليس منتمي، وحضوري كان بناء على دعوة استدعاء من طرف رئيس المجلس لحضور دورة أكتوبر، وحضرت بصفتي. أما موضوع المادة 51 من القانون التنظيمي في فقرته الثالثة، رأى الجهة التي تقوم بتجريد الصفة معروفة، ما يمكنش لي أنا نوض ونجرد نفسي، أنا فكيت ارتباط مع حزب، وبالتالي هاد القرار اللي فوجئت به مشيت طعنت في المحكمة، لأنه المادة 87 من المنازعات الانتخابية تشير أنه نوضع دعوة قضائية في مواجهة العامل، وضعنا لأنه الجهة المتصدرة لقرار المنع هو العامل الإقليم، ووضعنا دعوة في مواجهته في محكمة ابتدائية بخريبكة التي لها الاختصاص طبق المادة 87، وحنا تنآمنوا بالقانون، تنآمنوا بدور المؤسسات، وبشينا القضاء وعندنا ثقة كبيرة في القضاء، رغم أنه ما يمكنش لنا نعلقوا على الحكم ديال القضاء، ولكن كاينه قراءات غادي يتطرق لها الأستاذ مراد زيبوح، غادي نفتح القوس ونعطيه الكلمة باش نتكلموا في هذه النقطة. حنا اليوم تتنتفاجأ كمرشح أنه أصبحت الإدارة تقوم مقام الخصم السياسي. الإدارة تتلقى الجهة المتلقية، الإدارة تتلقى الترشيحات، شروط الترشيح واش متوفرة أم لا؟ كانت متوفرة. خديت وصل مؤقت، تتنتفاجأ بأنه باش ما حقا، قالوا لينا حقا ولا طلعتوا، لا طلعتي في المقعد غادي يطعنوا فيك في المحكمة الإدارية، أنت المحكمة الدستورية أنت ماشي شغلك، خلي الخصم اللي يطعن، خلي الخصم اللي يقول لي راني كنت في حزب آخر، ماشي الإدارة. الجهة المصدرة أو التي أصدرت القرار ديال رفض الترشح، هذا قرار مشوب بالشطط في استعمال السلطة، هذا قرار يعبر، هذه فضيحة سياسية ما عمرها عرفت استحقاقات في هذه البلاد، هذه أنه الإدارة تقوم مقام الخصم، من له المصلحة ومن له الصفة راه معروف اللي خصو يطعن، إما رئيس الحزب إما الخصوم المنافسين. اليوم الإدارة أصدرت قرار وهما تعرفوا أن المقعد غنديوه، هما عارفين دايرين الإحصاء، عارفين المقعد غنديوه، وداروا لي ستاتيستيكا راه الداخلية هذيك، هما عارفين هذه القضية هذه، ولكن حنا نقول أنه صناعة وفتح المجال لمرشح الأغلبية باش يدير المقعد، راه كاينه إجراءات باقا غادي يخبركم بها الأستاذ وغنمشيو ليها. حنا تنآمنوا بمؤسسات، خرجت واحد غنفتح القوس السيده معشر رجال الإعلام، أنه خرجت واحد الصحيفة قالت لك نهددوا حنا اللجنة، يعني واحد الصفحة ما عرفناهاش الله يهديها، قالت كلام غير صحيح بتاتا. حنا ما لجأنا للقضاء وما لجأنا للمؤسسات وما لجأنا للقانون إلا نحترم أنفسنا، وهذه معركة ما بين الفساد المستشري في الإدارات وما بين مقاومة كل أشكال الفساد. حنا اليوم هذا شرف كبير، الحمد لله أنا من خلال منابركم تنشكر القبائل اللي راه مسانداني،
تنشكر المنتخبون ورؤساء الجماعات، وتنشكر العديد من المتعاطفين والعديد من أحرار هذا الإقليم اللي بالفعل عبروا على المستوى. شتو المستوى ديال المرشحين؟ شتو المتنافسين؟ وراكم عارفين بلا ما ندخل التفاصيل، أنا نتمنى اليوم التوفيق، ما عندي مشكل، هذا تنافس رياضي سياسي، بالعكس قول لهم الله يسخر لكم شريطة التقيد بالجانب الأخلاقي والسياسي والقانوني اللي يعطي تخليق العملية السياسية ككل. اليوم أنا تنقول لكم وللتاريخ ومن خلال هذه الندوة تنتمنى أن المسؤولين على المستوى المركزي، أقول المستوى المركزي، أن هذه فضيحة سياسية وأخلاقية، أن تقوم أن تكون الإدارة خصما سياسيا في جبة الإدارة وتمنع مرشح. هذا مرشح، هذا استهداف للحزب، هذا استهداف للمعارضة، هذا استهداف الموقع ديال الحزب المعارضة، هذه صناعة، هذا تمهيد لصناعة المرشح ديال الأغلبية باش يعطوه المقعد. وحنا ما يمكنش لينا نسكتوا على هادشي، وكاين عندنا مساطير ومراحل غادي نمشيو لها. بالفعل مشينا للقضاء، كانت الجلسة دعوة استعجالية، وكانت الجلسة وترافعنا على موقعنا البارح في مواجهة لجنة الانتخابات وفي مواجهة المتصدر لقرار رفض الترشح، وكانت حقيقة كان قرار المحكمة مخيب للأمال، ولكن لا نعلق، ولكن أعطونا حكم غدا باش غنمشيو للمحكمة الدستورية، أعطونا حكم رفض الطلب، بقى طلب مبهم، هذا موضوع آخر لا نعلق على أحكام القضاء، ولكن حنا يعني نتكلم على السياقات السياسية وسياقات ما يعني ما قبل فتح الترشح ديال فترة الترشيحات وانتهاء الترشيحات. وغنقول لكم بإمكانكم كرجال الإعمال رجال الإعلام أنكم غتشوفوا المرشح تاع المرشح تاع الأغلبية فوقاش حط، ولقيت فاش حط تتقصى ديال الحركة، تتقصى حزب حزب الحركة الشعبية، ومن خلال منابركم يعني نؤيد المواقف ديال حزب الحركة الشعبية ونتمنها في موقع داخل المعارضة، وهذه عملية مكشوفة. أنا الله يسهل على كل المرشحين بدون استثناء، وأحترمهم وأكن لهم كامل الاحترام ومن قلبي مع ما قلبي بغيتهم ينجحوا، ولكن تكون العملية في إطار أخلاقي وقانوني، وكاين سلطة القانون، وأن المتنافسين كلهم على مسافة واحدة مع الإدارة، والعكس أنه منعي كشف يعني كيف تقولوا كشف الخيوط، وأنكم راكم تتشوفوا ما قبل وضع الترشيحات أنه رئيس الجهة يستقطب رؤساء جماعات من أحزاب مختلفة ويؤثر عليهم بالمشاريع ويستعمل المشاريع والمال العام ديال الجهة لتبليص مرشحه، وهذه هذه 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 عملية خطيرة جدا، ونشرت الصور ديالو معاهم في مواقع ديال الجهة جهة بني ملال خنيفرة، وهذا كله يضرب في مصداقية وشفافية العملية الانتخابية. هذه انتخابات جزئية تتبين لنا بالملموس بأنه نحن متخلفين عن الركب اللي بغاه سيدنا لهذ البلاد، نحن متخلفين عن المسار التنموي وعن المكتسبات اللي حققها هذا الشعب وحقق هذا البلد بقيادة ملك عظيم. اليوم الإدارة ارتكبت خطأ، ياك بغيتوا تحيدوا سقراط، بغيتوا تحيدوا مرشح المعارضة، خلوه يطلع وسيروا، راكم عارفين منين غدوزوا، وسقراط ما يجيب حتى حاجة وغادي يفشل وغادي يبان صغير قدامكم. اليوم راكم عطيتونا الإدارة، عطيتونا يعني طبق من ذهب باش نكشفوكم ونكشفوا ألاعيبكم ونكشفوا خطواتكم ونكشفوا ما تقومون به، تسيئون إلى البلد،
تسيئون إلى العملية السياسية، تسيئون إلى دور المؤسسات، تسيئون إلى الدستور، تسيئون إلى قانون انتخابات، تعطلون مسار سلطة القانون في هذا البلد. وإحنا نؤمن بأنه الإدارة على المستوى الوطني تطبيق القانون. هذه فضيحة، أول مرة في تاريخ انتخابات ياك بغيتي تمنعني وخليني نترشح ونوض لي منافس يطعن فيا، ياك بغيتي تمنعني عيط على هذاك رئيس الحزب يطعن فيا، ما ديرش هذه العملية الصغيرة. هذه عملية صغيرة، هذه عملية صغيرة بزاف. وأنا دابا تنتكلم وأنا عارف غادي تخرج تاني الصفحات، راكم عارفين صحف الصفحات ديال البلطاجة باش تعيرونا، ولكن واخا تعيرونا حنا نحن على حق ومتشبتين بالقانون وبدولة المؤسسات، وما التجأنا للقضاء إلا حماية لحقوقنا ولحقوق ولسلطة القانون. حنا لم نهدد أي حد ولم وأكثر من هذا، هناك من يحشو اليافطة الحقوقية ديالنا. اليافطة الحقوقية ديالنا لا علاقة لها بالمجال السياسي والانتخابي، كما أنه اليافطة الحقوقية فيها مجموعة من الأحزاب السياسية مختلفة ولكن لها قانونها الأساسي وأهدافها بطريقة مستقلة. احنا في محطة انتخابية بامتياز، أقول لكم انتظروا نتائج 22 أكتوبر، وهذا الكلام اللي قلت لكم غادي تشوفوه، لأنه كل شيء صبح عارف اللعبة، الرأي العام كامل ولا عارفة، ورا ما غنسكتوش ورا ما غنخليوش حقنا، ورا هاد البلاد جدودنا، راه الدماء باقا منتشرة باقا خضراء. راه ما يمكنش يجي شخص أو أطراف أو طرف معين كيفما كانت صفته يجي يدنس ما بناه هاد الشعب بقيادة ملك عظيم. حنا ننزه، نزيدكم واحد النقطة أخرى، ننزه الإدارة، أنت نتكلم على الأشخاص، ننزه الإدارة على سلوكات بعض، لأنه كاينين السلوكات وكاين الإدارة، كاينين الناس يديروا سلوكات مخالفة للقانون ومفضوحة ومكشوفة، ولكن الإدارة راه تتبقى مستقلة. وسمحوا لي لا طولت، أنا غادي نفتح النقاش، غيعطيكم الأستاذ، أنا تكلمت على الشق السياسي وانتخابي ويعني والدوافع اللي خلات هاد 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 المنع المشوب بالشطط في استعمال السلطة. أنا غنعطي الأستاذ مراد زيبوح يتكلم لكم أكثر بتفصيل حول الشق القانوني، وشكرا. شكرا الأخ سقراط، طبعا سعيد جدا بتواجدي اليوم بهذه المدينة المجاهدة رفقة هذا المناضل الصنديد الذي أبان في حقيقة على روح وطني عالية واستجابة فورية للخطب الرسمية طبعا التي جلالة الملك يدعو فيها الأطر والكفاءات وتخليق الحياة السياسية من خلال طبعا الانخراط الحقيقي. مهما نبقاو ننتقدوا ونقولوا كاين الفساد وكاين الناس بدون المستوى، وانتم كتعرفوا اليوم البرلمان اليوم كيفاش انه اكثر من 30 برلماني اليوم هو موضوع متابع وبعض وكثير منهم هم معتقلون. فتخليق الحياه السياسيه يبدا من خلال اننا نشاركوا في العمليه السياسيه، اننا نؤمنوا فعلا بان اللعبه السياسيه اليوم في المغرب هي لعبه مفتوحه وتحكمها قوانين تسريع الجميع وتفتح للجميع الحق ديال المنافسه. للاسف في سابقة أعتقد قانونية في المغرب أنه القانون، قانون طبعا قانون انتخابات المرتبط بالعمل الانتخابي المرتبط بالبرلمان في المادة 4 تتحدث عن شروط حصرية. ما معنى هذه الشروط الحصرية؟ كتقول لك أودي إلا بغيت ترشح أنت كبرلماني أو أي برلماني، فالشروط هي في المادة 4 كتقول لك أن يكون ناخباً ومتمتعاً بحقوقه السياسية. بمعنى المادة 4 أنا كجهة مفروض أنني نشد الملف ديالك ديال الانتخابات، غادي نشوف هاد الشروط هادو واش عند الأهلية. هاد الأهلية طبعاً اللي قلنا بأنها مرتبطة جداً بهاد العملية ديال الترشيح. والمادة 6 كتوضح هاد الشروط من ضمنهم الجنسية المغربية وغيره وغيره وغيره. ملي كندخلوا لهاد الشروط ما كنلقاوش شي حاجة مكتوب فيها
اودي خصك تثبت انك الحزب السياسي اللي راك مرشح فيه او اللي كنت مرشح فيه انك قدمت استقاله فيه او غادرته. علاش؟ لان العلاقه ديالك بالعمل بالحزب اللي كنت فيه هو علاقه تعاقد. هالتعاقد بيني وبين الحزب ملي انا كنفصل كما العلاقه الزوجيه كما بمعنى انها علاقه تهم الطرف الاخر بالضروره، بمعنى تهم الطرف الحزب اللي كنت فيه. هذا الحزب اللي كنت فيه انا منين كنجيب لك الملف كتقبلو، الا كان هذا الحزب الاخر كيعتقد بانه متضرر مني انني غادرت الحزب ديالو بدون ما يعرف، او انني عندي جوج ديال البلاكات ديال السياسه، عندي حزب الفلاني ودخل دابا الحزب الثاني، هو المتضرر. وللاسف اننا غادي نوجدوا في هذا في هاد الانتخابات انه هذا المرج ان هذا الحزب اللي طبعا اللي كيتهموا المرشح بانه لا زال فيه هو مقدم مرشح ديالو، بمعنى الا كان مقدم مرشح ديالو بمعنى انه وما مشاش طعن في المرشح ديالنا معناه انه مقتنع بانه الاخ سقراط راه قدم استقاله وما عنده حتى شي علاقه بالحزب، على الاقل علاقه قانونيه وارتباط قانوني مزيان، لانه فعلا عندنا وثيقه فيها الاستقاله موقع عليها السيد الرئيس ديال الحزب بشكل تلقائي كيقبلها في شهر 6 تقريبا ديال 2024. بمعنى اليوم راه حنا ازيد من 3 شهور ولا 4 شهور ديال الاستقاله ساريه المفرد. مزيان. اولا سابقه لانها اول مره، لان في المغرب كامل ملي كتمشي تحط الملف ديالك للجنه او المؤسسه اللي كتقبض عليك اللي هي اللجنه الاقليميه واللي كاينه في العماله كتشوف الشروط القانونيه فقط. هاد الشروط السياسيه اللي مرتبطه بقانون ديال الاحزاب السياسيه، هاد القانون ديال الاحزاب السياسيه اللي عنده المصلحه ومتضرر من ترشح سقراط هو هاد الحزب السابق ديالو ويمشي يطعن فيه. لا، غادي نوجدوا لي اول مره انه الاداره في سابقه في حقيقه انها غادي تقدم هي تعليل ديالها في القرار وكتقول اودي انت راك مازال في الحزب السابق مادام انك حضرت واحد الدوره، انت دوره ديال الجماعه. الله اودي الا كان العمليه هذه الماده ديال 20 في قانون الاحزاب السياسيه شنو كتقول لك؟ كتقول لك يرتب تجريد من المسؤوليه، بمعنى انه لا يرتب المنع من الترشح، بمعنى انه انت يا مشيت قدمت الملف ديالك اسيدي انت ما بقيتش في هذا الحزب، نعم ولكن انت راك مازال منتخب وعضو في مجلس بلدي، وانا عضو في راه مشكل يعني خصك نجردوك. مزيان، ودير خدمتك. اما الجهه اللي عندها المصلحه واللي اساسا هو الحزب السابق اللي كان فيه، لان كنعرفوا احنا راه في المغرب كنعرفوا بانه السي سقراط النهار اللي نجح في الجامعه راه نجحوه المواطنين، تقوا فيه المواطنين، حنا كنعرفوا الوضعيه السياسيه في البلاد، ما عندناش واحد البعد السياسي ديال التكوين ديال المواطنين كيمشيو من الناس على الاحزاب، كتمشي الناس على الاشخاص. اذا هاد الناس هادو تقوا فيه، مشاو معاه، صوتوا معاه، هو الان عيطوا له الجماعه، دخل كيدافع على المصالح ديال هاد الناس اللي صوتوا عليه مؤقتا الى حين انه ياتي، الى جا قرار ديال العزل او قرار ديال الاخر ديالو، ديك الساعه كيكون استوفت الاجراءات اللي خصها دارها الطرف الاخر، اي الحزب متضرر. اما من الناحيه الشكليه فاحنا عندنا استقاله. مزيان، العمل القضائي شنو كيقول؟ في مجموعه ديال الاحكام، لا في محكمه ديال فاس ولا محكمه ديال وجده ولا مجموعه ديال المحاكم الربع المملكه، كان في الاول متشدد. هذه القضيه ديال الاستقاله كانت فيها واحد التوجه شويه متشدد في البدايه، كيقول لك اودي إلا قدمت استقالة خص يتم القبول ديالها. مزيان، عاد نعتبروك بأنك غادرت العملية السياسية. مزيان، لقاو الناس أنه الناس ملي كتبغي ترشح وكتقدم استقالة من الأحزاب ديالها، الأحزاب ديالها ما كديرلكش القبول، كتقبط عليك الاستقالة وتخليك هكا معلق. مشات المحكمة الدستورية، جات قالت ما يمكنش، إلا مشينا بهذا الطرح حتى واحد ما يقدر يغادر الحزب السياسي ديالو، لأنه خص الحزب أنه يقول لك أودي راك أنتيا راك موافقت لك على المغادره، وحتى حزب غادي يوافق لك على المغادره لانه كيبغي باش يحبسك على النشاط السياسي باش ما تنافسوش. مزيان،
جات اتجاه اخر اكثر انفتاح كيقولها بدي شوف مجرد انك تقدم استقاله للحزب صافي الصلاه والسلام قدمت استقاله فيك ما يثبت بانك توصل بها الحزب حنا عندنا ما يفيد لان حنا الاستقاله ديالنا فيها الكاشي ديال رئيس الحزب السابق صافي في هذه الحاله كيكون انت من الناحيه القانونيه مستقل مزيان وبدون تحفظ لان كما قال الاخوه وحتى القانون ديال هذا الحزب القانون الاساسي ما كيعطيش شروط معينه وبلا ما ندخلوا في التفاصيل لان اللي مهم هو ان الاجتهاد القضائي مشى في هذا الاتجاه للاسف بعد ما درنا الطعن ديالنا المحكمه ديال 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 الابتدائيه ديال خريبكا كان عندها راي اخر محترم وهو موضوع طعن لان هذا القرار في النهايه هو حكم ليس نهائي بشكل مطلق لانه لا زال يحتمل الطعن امام المحكمه الدستوريه ونحن الان في اطار الاعداد للطعن وايضا لا ننسى بانه قد يشمل الطعن عدد من الخروقات التي قد تكون شابت العمليه الانتخابيه واللي طبعا نشر لها سي سقراط واللي طبعا سيكون اعتقد الحزب اللي ترشح به حاضر بقوه في رصدها والتعامل معها بما يقتضي القانون. اذا في هذه الحاله شنو كيقول شنو قال الحكم؟ قال اودي راه واحد الحكم في المحكمه الدستوريه قال بانه حيث المطعون في انتخابه بقي منتميا في الواقع الى الحزب الذي ترشح باسمه في انتخابات الغرفه الفلاحيه ولا يشفع له تقديم استقالته من الحزب المذكور من دون ان يتقيد بكل ما يفرضه عليه القانون من نزاهه الموقف ووضوح وشفافيه وتفادي لكل لبس. اذا اليوم دابا اليوم ملي كان هذا الاجتهاد القضائي اعتقد لا يسري على الموكل ديالي لانه في النهايه ملي كنقولوا حنايا انه منتمي من حيث الواقع ما مفهوم الواقع اليوم شنو هو مفهوم الواقع؟ كاين شي حاجه اكثر من ان الحزب اللي مرشح فيه ونقدم مرشح اخر هذا واقعيا الان حزب يتيق وعنده ممثل ديالو في هذه الانتخابات هذا هو الواقع واقعيا في هذه الانتخابات اللي احنا فيها الرجل لا ينتمي لحزبين وبالدليل ان الحزب الذي كان ينتمي له قدم مرشحا للانتخابات اذا من حيث الواقع هل الحزب طعن في ترشيح سقراط؟ من حيث الواقع الحزب لم يطعن في سقراط. إذن كيف يمكننا أيضا ونحن نتحدث عن مفهوم نزاهة الموقف ووضوح وشفافيته تفاديا لكل لبس؟ ما معنى نزاهة الموقف ووضوح الشفافية؟ هذه كلمات حمالة أوجه هي ليس لا تعطينا حكما قطعيا ولا تعطي موقفا صارما فيما وقع فإذا كان هناك في الحقيقة ما يعاب على القرار اللي صدر من العملة هو أنه فعلا غير واضح وغير نزيه الموقف هذا ربما نقدر نقوله على القرار اللي هو موضوع طعن الآن سيكون موضوع طعن بالاستئناف أمام المحكمة الدستورية على اعتبار أنه الموقف ديال الإدارة يجب أن يكون محايدا بين الأطراف أنت إلا متضرر من سقراط ترشح وهو مازال منتمي ليك أنت اللي خصك تطعن فيه كاين شي مرشح متضرر من سقراط أنه غادي ترشح وهو منتمي لشي حزب آخر نعم يمشي للمحكمة ويطعن أما أن ندخل بثقلنا كمؤسسة محايدة ومؤسسة السلطة تعرفون جميعا نفوذها وخاصة في هذه السنوات الأخيرة كيف اتسعت رقعة اشتغالها بشكل ملفت للنظر وأعتقد أنه الوضع السياسي في بلدنا خرج بعد الربيع العربي من مشروع الحزب الوحيد إلى مشروع حزب التحالف هذا حزب التحالف والأغلبية أصبح لنا حزب هذا نقدروا نسميه حزب يتكون من ثلاثة الأحزاب لأنه قدر أنه في الجماعات المحلية أنه يتحالف باش يعطينا الرئيس ومن معاه في الحكومة قادر أنه يضمن نفسه أغلبية على مستوى التشريع على مستوى الآخر أكيد يدير أغلبية والآن كتشوفوا الاحتجاجات تملأ طبعا الشوارع المغربية
ضد هذا العبليه ديال 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 الا بغينا نقولوا ديال ديكتاتوريه الاغلبيه. اليوم هنا في اقليم خريبكان نقول لكم بان احد ضحايا ديكتاتوريه الاغلبيه هو سي سقراط. نقدروا نقولوا اليوم بانه هاد الحركه لا رياضيه الا بغينا نقولوا ولا قانونيه التي تمت في مواجهتي والتي ننزه باعتبار ننزه ان يكون سلوكا شاملا للوزاره، لان اعتقد بان وزاره الداخليه كو كان فعلا كدير هذه الطريقه ديالها في عدم قبول ترشيحات الناس اللي مشكوك في انه عندهم اكثر من انتماء سياسي كون كاع ما نوصلوش للمحكمه الدستوريه كون خطره كتم تجريد بعض الناس لهذا السبب وبعض المحاكم اصدرت احكامها لهذا السبب. فما يمكنش نقولوا بانه اليوم الداخليه اصبحت تسبق القضاء تسبق المتضررين في طبعا في المنازعه في المرشح. اذا اليوم في ظل هذا الوضع اللي احنا عايشين فيه اليوم اعتقد بانه يجب علينا جميعا ان نسلك المساطر القضائيه اللازمه. وحيي فيكم طبعا هذه الجماهير طبعا اللي حشدت اليوم في وقت في زمن قصير الحضور لهذه الندوه، اعتبرها هي هو حضور رمزي لانه كنشوف منكم اعيان وممثلين ديال القبائل وديال الساكنه وديال الجمعيات المجتمع المدني اللي حضرت المنزل ديال الاخ سقراط، المنزل ديال العائله ديالو اللي كانت هي عائله من العائلات المناضله في هذا الاقليم. فاعتقد بانه هذا كافي باش نقولوا وباش نوصلوا رساله باننا فعلا الرساله قد وصلت ونحن لازلنا في ثقة في القضاء وفي المحكمة الدستورية بالخصوص لكي تنصفنا ولكي تعيد هذه الانتخابات من جديد على هذا الأساس، على هذا الحرمان اللي تم للمؤازر ديالنا والسي سقراط، وأيضا لإعادة اعتبار المشهد السياسي ككل ولإعادة الثقة في العملية السياسية اللي أصبحنا نفقدها كثيرا. انتما كتشوفوا اليوم كيفاش ان معدلات انتخابات في هذه الانتخابات الجزئيه ما كتوصلش 6% في المدن الكبرى في الرباط على سبيل المثال ما وصل 6% في واحد الانتخابات ديال 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 المحيط. اذا كنتكلموا للاسف على وضع سياسي متردي، على مشاركه سياسيه مترديه، واليوم كنتكلموا على قرارات مشوبه بالشطط ومشوبه بالحقره نقولها بكل صريح العباره. ولكن يبقى املنا في البلاد واملنا في المحكمه الدستوريه كبير، ونحن مع طبعا في هذه المحطه، وطبعا لن يعتبروا المعنويات ديال السي سقراط. واليوم احنا اليوم حاضرين نعم كفريق من الدفاع، ولكن السي سقراط هو صديق عزيز ومن الرجالات الوطنيه اللي كنحترموها على المستوى الوطني، والا ما كنت لاجي هذه تصبح من وجده عندكم هنايا الا المكانه ديال هذا الرجل في قلوبنا جميعا وجميع الاخوان والاخوات على ربوع الوطن. طبعا هناك تساؤلات، فعلا من حق الجميع ان يتساءل، هل سقراط تم اقصاؤه بسبب نشاطه الحقوقي في محاربه الفساد واهدار المال العام؟ هذا تساؤل مطروح. احنا كنعرفوا الان الحكومه كيفاش نصبت نفسها مدافع على الفساد ومدافع على ناهبين المال العام من خلال مشروع قانون المسطره الجنائيه اللي كيمنع المنظمات ديال 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 حمايه المال العام تقديم شكايه، بمعنى ان الامر فعلا مزعج على المستوى الوطني. ايضا نتحدث هل الامر يتعلق بازعاج ان يكون لنا مرشح غادي يكون عنده صوت في البرلمان، لان شفنا الصوت ديالو في الجماعه كيفاش انه كان يدافع بشراسه عن الحقوق ديال الساكنه داخل الجماعه. اذا هناك تخوف من الرجل ان يصدع في البرلمان، خاصه وانه اختار ان يترشح بحزب معارض، وكان يمكن له ان يترشح بحزب من الحزب الاغلبي لكنه رفض، وهذا ربما هو سبب هذه المعاقبه ديالو اللي بغينا نقولوا. كل هذه الاسباب وهذه الاسئله طبعا اعتقد اسئله وغيرها ربما الصحافه سيكون لها باع في طرحها وسيكون لها تساؤلاتها ونتفاعل بها جميعا. شكرا للصحافه اللي حضرت بقوه من ربوع الوطن،
شكرا لدعمكم، شكرا لحضوركم، شكرا لهذه الرساله الصادقه التي تقدمونها للجمهور. شكرا مراد زيبوح على مساهمتك ومرافعتك القيمه والصادقه على قول الله اكبر الصادقه، وبالتالي غادي نطرحوا غادي نفتحوا الباب ديال التساؤلات. قبل غادي نوقفوا واحد شويه تيدوز الاذان ان شاء الله ونفتحوا الباب ديال التساؤلات لرجال الصحافه مشكورين. اخوان الساده رجال الاعلام، نحن على يعني في انتظار اسئلتكم بشكل مفتوح. اللي بغى يتفضل يطرح الاسئله يعني بدون. كاين واحد التساؤل ديال نعم السي زماني المتابعين تقول لك لماذا سقراط اختار حزب الحركه الشعبيه اللي كان ربما واحد الوقت في المنظمه كان يعني كان ضد بعض الاعضاء ديالها ولا بعض الاعضاء ديالها اللي تسبب لي ربما في العزل، لماذا اختاريت الحركه الشعبيه بالضبط؟ اولا حزب الحركه الشعبيه هو حزب العائله، هو حزب يعني انا سليل عائله مؤسسه لحزب الحركه الشعبيه. الحركه الشعبيه رجعت لبيتي، لبيتي الحقيقي. اختلف مع بعض الاشخاص، الحزب شخص، الحزب كمؤسسه شيء، والاشخاص اللي داخل الحزب شيء اخر. اختلف مع بعض الاشخاص وقلتنا كانت عندنا معركه فكريه واحد الوقت وكذا، ولكن البيت في اطار مصالحه يعني قد اطلقها السيد الامين العام والقياده الوطنيه، وحنا تجاوبنا مع ديك المصالحه، وهذا حزب ديال بيتي الحقيقي والاصلي. غتقول لي كيفاش يعني انكم كنتوا، احنا 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 تواجهنا من خلال قبعات اخرى، وانا اقول لك من خلال ومشاركتي في حزب الحركه الشعبيه كحزب وطني عريق عنده ما يزيد ديال 60 عام، وانني ساشارك يعني في تخليق الحياه العامه من خلال هذه المؤسسه وليس خارج المؤسسة. أنا أؤمن بالمؤسسات، أؤمن بالعمل داخل المؤسسات، أؤمن بتخليق المشهد السياسي. والحركة الشعبية حزب نفتخر بالانتماء إليه. قدنا معركة، اختلفنا سياسيا تنظيميا وشيء طبيعي. هذا يعبر أن الحركة الشعبية حزب يعني حي، حزب يتفاعل مع أبنائه. اختلفنا في مرحلة معينة، ولكن البيت بيتنا جميعا. وتنشكر من خلال هذا السؤال ديالك، تنشكر القيادة التي وضعت في الثقة في تزكيتي مشاركة ديال العملية الانتخابات البرلمانية. استاذ سقراط، بداية نشكركم على تواصلكم مع رجال الإعلام. من خلال الأرضية التي قدمتموها، هل يمكن الحديث عن سؤالية وعن إقصاء أو صفقة تحت الطاولة؟ مرشح للحركه الشعبيه، وثانيا الا يشكل هذا خيارا جديدا للخيار الديمقراطي؟ نقول لك واحد القضيه. شكرا على السؤال. الاخوه من الرباط ياك استاذ من الرباط، مساء الجهه من الرباط صحفي، تنشكركم بعدا على تنقولكم لمشاركتكم في هذه الندوه من الرباط اللي تنقلوا صوتنا وتنقلوا وقائع ما وقع. سوء النية يعني واضح، ما نجاوبكش عليه انا، واضح من خلال تموقع الإدارة كخصم في العملية السياسية. أبغيتي تحيد سقراط ونوض له منافس، خليه يطلع وغدا يطعن فيه منافس. أنت قمت الجهة ديال الإدارة قامت بالدور ديال الفاعل والخصم السياسي، والحال أنها الإدارة خصها تكون مستقلة. عمالة عامل إقليمي يتلقى الترشيحات، ما عندوش ما يعني ما يعني ما منحقوش. راه قلنا وقال الأستاذ يعني الأستاذ مراد زيبوح، راه قلناها، هذا قرار مشوب بالشطط في استعمال السلطة، وحنا نرفض. واليوم اللي تتواصل مع وسائل الإعلام الوطني باش نطير هذه واقعة ما عمرها وقعت في المغرب. أكيد في السلوكات، مي كاينين كاين في مني ملال، كاين في الفقيه بن صالح عفوا، تم مشى للحكم مشى للمحكمة وعطاوه باش سجل، كان في حزب وترشح في الحزب ديال الاتحاد الاشتراكي،
هو اللي حصل المرتبة الثانية بمصالح. هادشي أمور هنا كما قال الأستاذ ربما طرح التساؤل، هنا الصوت ديال سقراط المزعج خافوه يوصل للبرلمان، خافوه يخلق لهم مشاكل في البرلمان. أنا تنقول لك غنبقى في معركتي ومستقبل إلى الأمام، وأنا متشبت بالخطاب ديال جلالة الملك الله ينصره، لأنه يعني تنعتبرها كخطة طريق في تخليق الممارسة السياسية، في خلق الوجوه الجديدة، في خلق النخب الجديدة، في ضخ دماء جديدة داخل المشهد السياسي. هذا السلوك هذا قرار أرعن وعبر بصدق، يعني الكل يتهكم دابا على هذا القرار، حتى الفاعلين السياسيين، حتى المنافسين. قال لك قالوا لي هكا مباشرة منافسين، قال لك خلينا كان خلينا احنا اللي نطعنوا ماشي هو. وبالتالي تنعتبروا هذا القرار يعني عبر عن سوء نية وبشكل واضح وجلي، واصبح بكل صراحة أنا هذا قرار أعطاني وأعطى قبيلتي وأعطى القبائل المشاركة وأعطى الإقليم صورة سيئة جدا على ممارسة العمل السياسي. واليوم راه كاين نفور، واش بهاد السلوكات الإدارية أننا غنشجعوا الشباب ونشجعوا المواطنين في المشاركة السياسية وهالانتخابات؟ راكم شتو النساب واخا جزئية راه تتعطي مؤشرات ديال وغتعطيك مؤشرات ديال 2026 إن شاء الله. وبالتالي احنا هذه معركة، احنا في ملعب سياسي انتخابي وفي معركة سياسية وقانونية، جميع الوسائل غنلجؤوا لها. احنا غادي نمشيو وغادي ندوز العملية كيف قال لكم الأستاذ، وغادوز العملية وغادي نطعنوا في المحكمة الدستورية وخدينا الحكم ديالنا، وحنا غنمشيو في مواجهة كل أشكال الانحرافات في العملية السياسية. وشكرا. محمد معك هشام عسال عن جريدة البارفريس. سؤالي للسيد محامي، لماذا قانونية رفض ترشيح محمد صخرة؟ رفض ترشيح محمد صخرة القانوني قانوني. شوف انا ربما الشق القانوني هو اللي تكلمنا عليه. انا نعتبر بانه الرفض كاين غير مبرر، والرفض غير مستند على اي نص قانوني حقيقي، على اعتبار كما قلت لكم ان العمليه ديال الانتماء لاكثر من حزب حتى على فرض وجوديه هي ترتبط بدعوى او شكايه من الحزب المتضرر منها. ما يمكنش انت غادي تجي تقول واحد السيد اودي انت راك جمعت جوج ديال الاحزاب السياسيه وانت فين عرفت السيد واش قدم استقالته ولا ما قدمهاش؟ جاب لك عيط لك قال لك اجي، قلت له اجي عطاك استقاله، علاش قد تشبت بالقرار؟ لان راه كاين شي حاجه مادام انه السيد كيعطيك استقاله ديالو وكيوريك يقول لك انا مستقل هذه ثلاث شهور اكثر من ثلاث شهور يكفي. هذا هنا كان خص صافي، حتى لو كنت باغي دير شي قرار تقدر تسحبه في حينه، ماشي تزيد تتشبت وتصدر قرار بنفس التعليل وتقول في القرار ديال التعليل انك غير مستقيل، مع انه كما قال سي سقراط انه منين تم استفساره عرض عليهم الاستقاله. على الاقل تجي وتقول دايره تم عرض علينا الاستقاله في القرار، لان القرار ما فيش الاشاره بانك مستقيل، بمعنى ان هناك حتى في التحرير ديال القرار هناك واحد النوع ديال سوء النيه اللي التفسير ديالو قلناه انه يعد قرارا من القرارات المشوبه في الشطط في استعمال السلطه، والقرارات من المشوبه في الشطط في استعمال السلطه دائما المحاكم الاداريه القانونيه هي اللي كتكون متخصصه بالخصوص، لان هي اللي كتعرف المفهوم ديال ديال ديال, ديال القرار المشوب بعيوب الاخر. اما اليوم لانه الاختصاص اصبح لمحكمه لا يمكنها ان يكون لها تلك الولايه وذلك الاختصاص في معالجه قضايا من هذا النوع، صدر الحكم اللي تكلمنا عليه المحكمة ديال الاخر، وحكم نحترمه في اطار احترامنا للسلطه القضائيه بكل باختلاف طبعا درجتها. ونقول بانه هذا الحكم ليس نهائيا ولا زال يحتمل الطعن امام المحكمه الدستوريه، وسنصل ان شاء الله للمحكمه الدستوريه، وفي حينه اعتقد ومؤمن بهذه المعركه بانها هي معركه الحق ضد الباطل.
مازال وقت كافي. اكيد، لانه في الح... في 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 الطعن كيقول بانه كيكون في اطار الطعن في النتائج، لان دابا عندنا انتخابات غادي تدوز انتخابات في اطار الطعن ديال النتائج غادي نطعنوا. والمحكمه الدستوريه الا قالت بان السي سقراط ظلم بانه ما كانش خص يتم الحرمان ديالو، غادي تعاود الدائره من جديد في انتخابات جزئيه جديده، وسنعيد طبعا المعركه من جديد. تفضل يا استاذ فريد. فريد نعناع عن جريده المحور الصحفي مقرها بمراكش. تاع الناس ديال مراكش جيتوا، مرحبا. تفضل. سمعنا انكم سمعنا التعديلات اللي قدمتوا لنا واللي قدمتوها للاخوان الزملاء، وتناولتوها بواحد المستوى اللي هو عالي بزاف من الناحيه القانونيه. بغينا نوصلوا الرساله لابسط الفئات من الشعب. واش السيد العامل وفق الدستور وفي اطار دوله الحكم والقانون والمؤسسات عنده الصلاحيه باش يرفض شيء ويقبل شيء؟ هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، واش كانت الاداره الترابيه كان غيكون عندها نفس الموقف كون سي محمد سقراط تقدم بعباءه حزبين من الاغلبيه؟ شكرا. نقول لك بصدق، لو نجيك السؤال الشطر الاخير من السؤال، لو تقدم محمد سقراط بحزب الاغلبيه غيكون موقف اخر وجواب اخر. احنا معروف اختصاصات العمل راهم واضحه، مؤسسات العامل واضحه في الدستور، واضحه في القوانين يعني المؤطره. احنا تنقولوا ها الدوافع ديالنا، ها الحجاج ديالنا، ها المعطيات ديالنا. انت كعامل تتلقى ترشيحات، ماشي خصم، ماشي طرف، تتلقى بحكم انك انت موقعك تتلقى الترشيحات كجهه محايده وليس طرف، والقرار يعكس الصوره والموقع، لانه قرار رفض ترشحي من موقع المعارضة هو أولا كيف قلت لكم ضرب في الحزب وهو في موقعي، لأنه حنا تنعرفوا انتخابات كي تدوز، تدار تحريات، تدار هناك من اتهمني بالقبلية وهذا شرف لي أنه قبيلته تكون معاه، هذا شرف، وأنني دابا ها قبيلتي كاملة معايا، وأنني تنحس اليوم بأنني نجحت في البرلمان لانه قبيلتي معايا. حتى النجاح ماشي في المقعد او في الولوج الى المؤسسه، النجاح هو تشبث قبيلتك والانصار ديالك والناس اللي معاك. هذه معركه سياسيه، انا اخوض انتخابات البرلمان من مواقع المؤسسات، مشيت للقضاء واثق فيه، غنمشي للمحكمه الدستوريه وغنطعن في النتائج ديال البرلمان. هذه معركه كيف قال الأستاذ الكريم بين الحق والباطل. احنا لا نزايد سياسيا، هناك من يدامني يقول ويتهمنا بمزايدات سياسية وبكذا وبانتخابات وبالحملة. احنا مواقعنا، أنا كنت في حزبي السابق وطرح الأستاذ على الحركة الشعبية، خدت معركة داخل تنظيمية وتصحيحية داخل الحزب، وانتم راكم عارفين هذا الشيء. سقراط راه هو هذا، راه غنبقى ناضل ونبقى في المعركة، يمشي عامل ويجي عامل. أنا أؤمن بالثوابت، الله، الوطن، الملك. المسائل هذه كاع ما نهضروش فيها. سلوكات الإدارة راه لا تسقط على السلوكات على المستوى الوطني. أنا أنزه أقولها وأكررها من خلال منابركم، أنزه وزارة الداخلية على هذا الفعل باش تكونوا واضحين. الإقليم في قيم الصالح نفس الشيء، راه تسجل وشد حكم وتسجل ودخل انتخابات باش تكونوا واضحين. يجب يعني نفرقوا ما بين فعل معزول لجهة ما معينة، ما يمكنش نسقطوا على مؤسسة وطنية اللي هي وزارة الداخلية ونكونوا لها الاحترام باش ما يكونش لنا الخلط. انا درت ندوه صحفيه باش نفضح هذا السلوك ديال الاداره. كاينين اكيد
كاينين مسؤولين ترابيين في المستوى العالي واحترمهم واعطاو الكثير لبلادنا والمؤسسات، ولكن هاد العمليه ديال اليوم اثارت، لانه كيف قلت لكم كاينه مراحل، هادشي راه تصاوب، هادشي راه تصاوب وتقاد وتصاوبت له الخريطه كما تصاوبت في 2021، وهادشي حنا تنعرفوا كيفاش صناعه النخاب، واللي بغانا نزيدوا ندخلوا معاه مرحبا. انا تنقول واتزم الدائره مظلومه، باش نكونوا تمثيليه على مستوى الاقليم، راه كاينين برلمانيين الربعه في بجاد، تقول لي الفئويه، لا حنا حقنا تاعنا في التمثيليه وهذا حقنا، حنا ماشي ضد بجاد ولا ضد خريب، كاع ولاد الاقليم، ولكن راكم تتعرفوا هذه قبيله قداشنا هي، بني خيران قداشنا هي، بني سمير قداشنا هي، سمعله قداشنا هي، تظلم بهذه الطريقه هذه، هادشي ماشي معقول. وحنا غادي نعسوا وغادي نتابعوا جميع مجريات العمليه وغندونوا وغنجمعوا الخروقات وغنجمعوا المعطيات، وهذا حق، هذا حق غنبقاو فيه، وغنفتح واحد القوس وغنقول لكم اودي واحد المرشح اللي داز وزير التعليم في حكومه عبد الرحمن اليوسفي في بجاد، خسر جوج مرات في البرلمان في 77 وفي كذا والثمانينات. حنا ماشي غا سلوك ديال اداره نعيز فردي معزول غادي يضرنا، حنا عندنا امال في المؤسسات، عندنا طموح في البلاد ديالنا ننميوها، عندنا طموح اننا نزيدوا بالاقليم ونساهموا بشكل ايجابي في الترافع الرصين اللي بغاه سيدنا الله ينصره. ما يجيش شي واحد يقول لنا ولا يزايد على هذه القبائل ولا هذا الاقليم، حتى مسؤول دير اللي بغيتي وتقوم بداك الشيء اللي بغيتي، اسمح لي، كاين الدستور كاين القوانين، حنا التجئنا، حنا ما تنهدوا حد، خلينا من الصفحات المشبوهه اللي تيطلقوا علينا البلطاجيه ديالهم، حنا نعاد وعاد، حنا راه اللي بغى يعرف يرجع لتاريخنا تاريخ ابائنا واجدادنا وقبائلنا، حنا ماشي جينا سقطنا من الفوق وترافعوا بهذه الطريقه ويعني ونواجه معارك كبرى بهذه الطريقه، ماشي جات عندنا عبثا. وغادي نجاوب الاخ قلت لي الحركه الشعبيه، هذا البيت فين كان تيدير السي حردان الله يرحمه ويوسع عليه يعني اللقاءات السياسيه والحزبيه، هذا البيت وغادخل الصاله وغادي تصيب الصوار مع قبائل المنطقه كلها، هذا بيت حركي واعتز ان اكون حركي. فلحظه ما اختلفنا تنظيميا وهذا شيء طبيعي لانه حزب حي. سي فريد تنشكرك على هذا السؤال، الا كاين بعض الاسئله اسمحوا لي اطلت. نعم الاستاذ. خلفيات اتخاذ هذا القرار، هل هناك خلفيات لاتخاذ القرار؟ حضور المرشح هل هو كون كانوا عارفين ما عندي حتى حاجه كون خلوني دزت ترشحت. أنا غنجاوبك، الخلفيات هو من أجل تبليص مرشح الأغلبية ومحاصرة حزب المعارضة، لأنه الحركة الشعبية تقوم بأدوار طلائية جدا في البرلمان موقعها كمعارضة، وهذه المسألة هذه أنتم تشوفوا انتخابات الجزئية كلها بالمغرب حصلت الأغلبية على المقاعد في الغرب في الرباط في بني ملال في الفقيه بن صالح، وها باقي اقليم خريبكا غيعطيو الاغلبيه. باش نكونوا واضحين، ولكن نقول لك واحد القضيه، الحركه الشعبيه ماشي حزب قصير ولا حيط صغير، حنا غادي نمشيو يعني بشكل ممنهج وبشكل قانوني من اجل الترافع وانتزاع حقوقنا وفضح كل مؤامرات يعني السياسويه الرخيصه اللي مع كامل الاسف هذه حكومة انكسارات، هذه حكومة الأعطاب، هذه حكومة الفقر والجوع ديال الشعب المغربي. وبالتالي هذا محمد سقراط مرشح ديال الحزب في المعارضة، وغنبقاو ناضلوا في مواجهة الغطرسة ديال الحزب الأغلبي، الحزب المخيف للمغاربة. هذا حزب، هذا تحالف، هذا رئيس الحكومة
يفقر المغاربة. هذا رئيس حكومة يعني أجهز على جميع مقدرات هذا البلد. هذه حكومة رجعت المغرب إلى سنوات التخلف، أجهزت على المكتسبات، عطلت الدستور، عطلت القوانين لحماية مافيا الفساد، لحماية لوبي السلطة الذي تغول بالمال. وبالتالي احنا مواقعنا ومواقفنا باقة يعني مستمرة وسنستمر إن شاء الله. كلمة ختامية اللي غنقول لكم، الله يفك هذه البلاد من جبروت الفساد، لأنه ضاق خاطرنا. وبكل صراحة شجع هذا الفساد، شجع لنا واحد المجموعة من البلطجية والشناقة اللي ولاو في وسائل التواصل، ولاو يخدمون الأجندات ديال كبيرهم الذي علمهم السحر، وراكم عارفين شكون. وهذه فضيحة ما يمكن إلا رفضوها. وتنقولوا بأن وزارة الداخلية منزهة، أقولها وأكررها، منزهة على العبات ومنزهة على هذا السلوك الفردي اللي اعتبرناه إجهاز لحق حزب ديال المعارضة، لحق مرشح ديال المعارضة، لحق مرشح في مواجهة الغطرسة ديال الحزب الأغلبي اللي باغين يبلصوه. راه والله العظيم أنا معاك في هذا السؤال، راكم كانوا عارفين سقراط ما غيجيبش، كون وخلاه ودخل باش يتفضح. ولكن هما في علم اليقين، لأنه تخرج الحكم عاد جابوه، تعرفوا اليقين بأن سقراط خصو يتعدم انتخابيا، عاد حط مول رجعوا للائحة، رجعوا أنتم ما غاتمشيو كصحفيين، عاد حط التزكية ديالو في إطار يعني راه واضح، راه الرأي العام ولا عارف هادشي. هاد اللجنة ديال الانتخابات اللي دارت هاد الكارثة، راه ولا واحد عدي في الغابة في القنطرة ديال واد قرو، واحد جيت بوخريس، وواحد جيت ولاد عزوز، عارف حجم الصفقة. وراه الانتخابات غتشوفوا النسبة ديال المشاركة. هذه انتخابات اللي بالفعل، وتنقولوا للمواطنين شنو صوتوا عد من هذا، حتى بديتوا معنا من دابا، خليو سقراط يترشح وسير دير اللي بغيتي في جهه اخرى. سقراط ما غيغطي 700 مكتب، كاينين المكاتب فين غادي دار حوايج اخرى. ولكن عطيتي الحزب الحركه الشعبيه، لان كبير، لان حزب الحركه الشعبيه اكبر من حزب الاغلبيه، لأن متجدر تاريخيا، لأن متجدر في القبائل ديالو. أما الأحزاب المصنوعة والمرشحين المصنوعين تحت المقاس، راكم شفتوا لي بروفيل اللي كاينين. وشكرا على تواصلكم سادة رجال الإعلام.